الرطانة بالذات زي الغرابة زي النوبة، الناس اللي قاعدين برا معاكم ديل يا اخي، ديل لما يجوا مرتبين من برا هناك يجوا بقروش وكده يا اخي، ما قاعدين بيتزوجوا بناتهم ديل، والله والله ما قاعدين بيتزوجوا بناتهم ديل. ها بمشي بيتزوجوا بنات عرب، يا بنات مثلا شنو لونه فاتح، لونه فاتح بتمسح كريمات لونه فاتح وكده، بمشي بيتزوج البنات ديل كويس، هو بناته هنا ديل ما بيزوجوا بيتزوجن، عشان كده خلت البنات يا اخي كلهم يجوا بيتمسحوا كريمات. ها والله تمشي البيت تستغرب تقول ديل، بس يعني تقول ديل كيف الكلام ده، كل واحد تلقى لونه براوة عشان اساس شنو؟ عشان يتزوجون كويس. اما هنا الناس هنا كمان الناس اللي قروا يتخرجوا يتوظفوا ديل، والله برضه بيتزوج نفس الفهم ده، عشان كده خلي نسبة الكريمات ده بقت عالية. هسه تمشي محل الدكان بتاع كريمات ولا تلقى الناس والله واقفة صف زي ده، شفت الغرابة النوبة النوبة والغرابة ديل يا زلمة، شفت الناس الرطان عنده اللغات ديل، والله ناس دايين اخوان شراميط، لما تقول له عبد كمان يقول نازل فيه عنصريه، ما قاعدين بيقول لنا عبيد، كيف ما انتم ما عبيد؟ انتوا كنتوا حاربوا لونكم يا لويتا، انتوا حاربوا لونكم انتوا، امشوا بنات ديل قاعدين واقفين صف في محل الكريمات ده كيف؟ ده اللي ليه كده بيتعرف يقوم واقف في صف الكريمات ده ويقول ده انا دار كريم، كل النوب وغرابه الناس الرطانه ديل عشان تغيروا لونهم كويس، عشان انتوا تتزوجون، لانه من حقهم يغيروا لون عشان انتوا تتزوجون كويس؟ زول مرتب زول بص ما قاعد بيتزوج البنات ديل، اللي يكون لونه فاتح بيتعرف هذا بيتزوجوه، عشان الناس كله شنو؟ قلبوا بنات عرب. هذا ما في بنات صوت، ما في يا زول ما في بنات بلاد نهائي، الناس كلها بقت عرب خلاص والله، الا ناس الشباب كده لا فندل ما اعرف نقص ديل ما اعرف، لكن البنات ديل الا كلهم بقوا بنات عرب والله. السبب منه السبب ما منه هنا من الله يتدرب كويس، بيجي من وين وين البين بعمل قروش ديل بحب ديل بيقوا بالزوج الا بنات عرب كويس، هم انتوا براغوا انت حاربوا لونكم براغوا انت حاربوا لونكم يا وواحد، لما يجي يقول لكم انتوا عبيد وانتوا كسوم وانتوا افارقه كمان قاعدين تقولوا انصروا، ما انصروا ولا لا قال انتوا بقى تحاربوا لهم كنا هذول، شفت لك بيت عرب شغال في الشاي، شفت لك بيت عرب شغال في العرقي، شفت لك بيت عرب شغال في البيوت خدامية، ما الا بنات كنت يا لو انت مجانين.